يا ترى ممكن مصر تستفيد من أزمة الديون الأمريكية والخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حوالين رفع سقف الدين الأمريكي؟ وهل الأزمة الأمريكية فيها فرص استثمارية ممكن تحل أزمة الدولار في مصر؟ وإيه المفروض تعمله الحكومة الفترة اللي جاية لجذب المستثمرين والمتوقع خروجهم من السوق الأمريكية؟ بانكير نبض البنوك. الأزمة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بسقف الدين ومخاوف تأثير التخلف عن السداد على وضع الدولار ممكن تؤدي إلى تحويل أموال المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، وده ممكن يكون فرصة مهمة جدا لمصر لجذب مستثمرين خلال الفترة اللي جاية، تحديدا في أدوات الدين، خصوصا إن سعر الفايدة على الدين بالدولار في مصر يعتبر من الأعلى في العالم كله. وزي ما احنا عارفين والعالم كله عارف، وصلت الحكومة الأمريكية للحد الأقصى لسقف الدين المسموح بيه، حاليا بتطالب برفع السقف لتتجنب التخلف عن السداد وسط معركة محتدمة بين البيت الأبيض وعلى رأسه الرئيس الأمريكي جو بايدن وبين الكونجرس، وده بينذر بأزمة مش هتأثر بس على الاقتصاد الأمريكي ولكن على الاقتصاد العالمي كله. بتبلغ قيمة الديون المستحقة على الولايات المتحدة حوالي 31.4 تريليون دولار. الرقم ده آخر حد مسموح للحكومة بالاقتراض عنده، ولو الكونجرس موافقش على رفع سقف حد الدين لتتمكن الحكومة من الاقتراض مجددا، الولايات المتحدة مش هيكون عندها سيولة كافية لسد ديونها، وبالتالي هتتخلف عن السداد. في توقعات ان انخفاض الطلب على سندات الخزانة هيضعف الدولار الامريكي في الاقتصاد العالمي، وبيرجح الخبراء الاقتصاد ان يؤدي ضعف المشتريات الرسمية بالدولار لزيادة التقلبات في قيمة الدولار مقابل العملات التانية وانخفاض السيولة، وده هيدفع المستثمرين لتقليل حيازاتهم من الدولار باي شكل. والمخاوف دي بجانب القلق من حدوث ركود اقتصادي امريكي دفعت المستثمرين مرة تانية نحو الاسواق الناشئة. وأظهر مسح لوكالة بلومبرج إن غالبية المستثمرين هيضخوا مزيد من الأموال في أصول الأسواق الناشئة خلال الشهور اللي جاية. مصر عندها فرصة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية المنتظرة، لكن ده عاوز استعداد وإرادة من الحكومة لاستغلال الفرص، والحكومة بالفعل بقالها فترة بتحضر لاقتناص أي فرصة. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.